حقق لاعب منتخب البحرين الوطني للمصارعة حسن محمد البلوشي ذهبية فئة 41 كيلو كيلوغرام في بطولة كأس الاتحاد للمصارعة والمقامة في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. هذا واختتمت منافسات بطولة كأس الاتحاد للمصارعة التي نظمها اتحاد الامارات للمصارعة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان. حيث شهدت البطولة مشاركة 300 لاعب في فئات الأشبال والناشئين والشباب ضمن المصارعة الأولمبية ومصارعة المطارحة الإماراتية التراثية